عايزين لايف على نماذج من النساء عرفتيهم في حياتك وعبادتهم وتيسير بيوتهم وعنايتهم بانفسهم. الله. طب تعالوا اقول لكم حاجه بقى، تعالوا اما اقول لكم على مجموعه من النساء. تمام، هاخد اللي على الفيس، حاضر اكتبوا اسئلتكم وهاخدها باذن الله. ام احسان بتقول قولي لي نماذج نساء. تعالوا اما اقول لكم على نموذج من النساء اللي حوالينا اللي موجودين 2022. تعالوا اما احكي لك يا ام احسان على نموذج، ويا كل اللي بيسمعني من الزوجات، عشان الحاله دي يعني مش بعيده وموجودين اهو. بتجيب الكلمات المكرره في القران، من الله علينا فوقانا عذاب السموم، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قعدت تحكي لنا عليها ما يقرب مثلا من سعوي، إنه هو البر الرحيم. ليه؟ أصل إحنا كنا في أهلنا قبل كده مشفقين، خايفين من عذاب ربنا. فمعنى البر، الله، اسمعوا الشيخ سعد بيقول ايه، معنى اسم الله البر الرحيم. البر جاي من البر، من فعل البر، والبر صفة توقيفية لله سبحانه وتعالى. البر معناه كثير الإحسان، كثير العطاء. إذا عبد أثاب وإذا دعي أجاب. اسم الله البر معناه كثرة العطاء، وانه ينجيك، وانه يتقبل، وانه يستجيب دعوات، ويكسر الإحسان ونعم الخير للعبد. ربنا وصف الآية دي ليه؟ أصلهم كانوا إنا كنا في أهلنا مشفقين، خايفين من عذاب ربنا، فإيه؟ فوقهم ربنا عذاب السماء، عذاب يوم القيامة. إنا كنا من قبل ندعوه، خلوا بالكم ادعوه، وقال ادعوه بإيه؟ باسم الله البر الرحيم. جميل الاسم ده، يا بر رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا بر يا رحيم، اكرمنا واعطينا واحسن إلينا وجعل لنا الخير كله. إذا عبد أثاب وإذا دعي أجاب، البر الرحيم. رقم 2، قد من الله علينا. ليه؟ في بإيه؟ عملوا إيه؟ من يتقي ويصبر. الله، يتقي ويصبر، وختمها يحب المحسنين. الله، كأن التقوى والصبر من الإحسان، كأن التقوى والصبر من الإحسان. واسم الله المحسن يحسن إلينا بجزيل العطاء وحكمة مطلقة وعطاء مطلق من ربنا سبحانه وتعالى، وأمرنا إحنا كعباد إن إحنا نحسن لله سبحانه وتعالى، أمرنا إحنا نحسن من اسمه سبحانه. ما هي الربانية ايه؟ ان انت تتخلق بصفات الرحمن، صح ولا لا؟ ان انت تتخلق بصفات الرحمن. الله سبحانه وتعالى يجعلنا منهم، اللهم امين.